السلام عليكم يا شباب، كيف أحوالكم؟ طيبين كويسين الحمد لله. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم بس فيديو بسيط سهل إن شاء الله بإذن الله تعالى، مراجعة للمنهج تسمعوه وتذاكروه قبل الامتحان بإذن الله تعالى. طبعا دي المذكرة اللي إحنا كنا بعض الطلبة يعني اللي خدها، واللي ما خدهاش بيسمع معايا بس الفيديو إن شاء الله بإذن الله تعالى ويركز فيه. عندي اول حاجه احنا كنا خدناها هي الديفاين سكراتش بروجرام، تعريف برنامج السكراتش، وقلنا هو it is a graphical programming tool and different from other programming languages because they are designed to teach programming in a visual and logical steps. هو اداه برمجه رسوميه. طبعا اعذرون بس الصوت رايح، انا واخد دور برد يعني. هو أداة برمجة رسومية بتختلف عن لغات البرمجة الأخرى. ليه؟ لأنها مصممة لتدريس البرمجة في شكل مرئي بخطوات منطقية. طيب بيساعدني في إيه السكراتش؟ السكراتش بيساعدني كمان you can design the interactive stories and games and you can share your design through the internet. يعني تقدر إن أنت تصمم قصص تفاعلية، والحاجات دي مهمة جدا، دي محل أسئلة عندي في الامتحان إن أنا أكون عارف التعريفات وعارف بعض الأدوات المهمة، فنركز في الحصة بتاعت النهاردة دي إن شاء الله وفي الفيديو ده كويس. طيب أقدر إن أنا أصمم قصص تفاعلية وألعاب، وكمان أقدر أعملها مشاركة من خلال الإنترنت. طيب إيه هي مميزات برنامج السكراتش والحاجات دي لازم تتحفظ تماما ولا نبهت عنها قبل كده في الحصة؟ helps to learn the fundamentals and concepts of programming. هي بتساعدني ان انا اتعلم اساسيات ومفاهيم لغه البرمجه. رقم 2 number 2 free software can be accessed from internet. هو برنامج مجاني، free software، free software يعني انا ما بدفعلوش فلوس. طيب number 3 you can deal with it whether you are connected to internet or not. تقدر ان انت تتعامل معاه سواء انت متصل بالانترنت او لا. Fully supports Arabic language. هو بيدعم بشكل كامل اللغة العربية. Number 5 you can use it to design applications that serve the rest of the scientific materials. تقدر ان انت تستخدمه لتصميم تطبيقات بتخدم بقية المواد العلمية الاخرى. بدي مميزات برنامج السكراتش. Number 6 you can set up it in an easy way. تقدر تنزل على اي جهاز بشكل سهل. helps to think in a logical way without relying on saving. بيساعدك ان انت تفكر بشكل منطقي بدون الاعتماد على الحفظ. it can run on different OS. تقدر ان انت تنزل على اي نظام تشغيل. يبقى الثمان ميزات دول لازم اركز فيهم مع تعريف برنامج السكراتش. طيب بعد كده عندي الانترفيس اوف سكراتش بروجرام، الواجهه بتاعت البرنامج واللي احنا كنا اتدربنا عليها طبعا وعارفين كده مترقبه كل واحده فيهم بنذاكرها ونحفظها كويس. عشان اقدر اغير اللغه عندي في برنامج السكراتش قلنا احنا كنا بنضغط على شكل الدايره دي، تمام، الكره الارضيه دي، وبختار منها اللغه اللي انا عايزها. اوكي طيب عندي السبرايت بتاعي او الشبح او الشكل اللي انا بتعامل معاه زي مثلا شكل الكات او القطه دي، اقدر اعمل عليها مجموعه من العمليات ولازم الحاجات دي اكون حافظها صح. You can modify the name of the sprite. نقدر نغير اسمه. ايوه. You can change the sprite's location. نقدر نغير موقعه من مكان الى مكان. ايوه طبعا اتدربنا على كده. You can control the direction of movement of the sprite and the sprite's rotation pattern. تقدر ان انت تتحكم في اتجاه الحركه. ايوه طبعا واحنا اتدربنا كيف نخليه يلف يمين وشمال ويتحرك الى الامام او الى الخلف او الى اعلى او الى اسفل، صح؟ فدي بعض الحاجات المهمه جدا لازم نكون مركزين فيها. There is a possibility to drag the sprite. You can show or hide a sprite. تقدر ان انت عندك المقدره ان انت تعمل ايه؟ تخفيه وتظهره، تمام. وكنا اخذنا بعض التمارين في المعمل بتاعنا في المدرسه على هذا على هذه الاوامر. اوكي طيب يبقى دي الحاجات دي مهمه جدا يا شباب نركز فيها كويس. اديني انا بلعب. اوكي طيب احنا عندنا طبعا لما كنا بنيجي نحرك الشكل بتاعنا كان عندي فيه قوائم فاكرينها، الموشن والايفنتس واللوكس والكنترول، صح؟ طيب لازم نركز كل واحده فيهم.
طيب الكود بلوكس دي ايه هي؟ بيقول لك the set of commands that are installed in a particular script area. هي مجموعة من الأوامر موجودة في منطقة الكود بتاعي تبع البرنامج. طيب الموشن ايه وظيفتها؟ الايفنتس ولا طبعا الموشن دي خاصة بايه؟ بالموفمنت، الحركة والروتيت والدوران والاتجاهات والكلام ده كله. طيب الايفنتس الأحداث اللي هي كنا بنحدد فيها عندي، لو تفتكروا مين يفتكر معايا، يبقى عند الموشن كنا بنحدد فيه ايه؟ الحركه، انه يمشي كام خطوه الى الامام او الى الخلف، صح؟ وكنا بنحدد الدوران يلف 90 درجه يمين او شمال، اللي هو الروتيت والدايركشن بتاعي والاتجاه بتاعي 90 درجه يمين او 90 درجه شمال الى اخره. طيب الايفنتس ات كونتينز كوماندز تو ديتيرماين ايفنت ويتش از لوكيتد اون سبرايت. طبعا دي هي مجموعه من الاوامر، بتعتمد على مجموعه من الاوامر بتحدد لي الاحداث اللي انا بقدر ايه اتعامل بيها وبحدد بيها ايه انفذ بيها الاوامر الخاصه بمين؟ بالسبرايت. اللوكس ده خاصه بالمظهر العام للشكل، تمام، اللي انا بتعامل معاه. طيب طبعا هنا بيقول لي كونتينز بلوكس يوز تو كنترول باترنز اند شيب اوف سبرايت. الحاجات دي بتتحفظ صح. طيب وده طبعا دي الاوامر اللي احنا كنا بننفذها، دي اوامر الموشن، صح، اللي هي الموف اند والبوينت اند دايركشن 90 درجه يمين او شمال. طيب الكنترول بلوكس اللي هي الاوامر الخاصه بالتحكم، اللي هي كنا بناخد منها ريبيت فوريفر. ايه الفرق بين الريبيت فوريفر؟ دي حاجات لازم تتحفظ. ريبيت يو كان يوز ات تو ريبيت ذا كوماندز نمبر اوف تايمز، بيكرر الاوامر عدد محدد من المرات. اما الفوريفر it uses to repeat commands infinite times عدد لا مرات لا نهائيه من المرات، يبقى بيكرر اللي الاوامر بتاعتي الى عدد لا نهائي من ايه؟ من المرات. يبقى ده الفرق ما بين repeat وforever. خلاص. طيب الموف طبعا ده بيتحكم عدد محدد من الخطوات، يحرك الشكل بتاعك عدد محدد من الخطوات. بيقول it uses to move as sprite specific number of steps، عدد محدد من ايه؟ من الخطوات. الويت it uses to identify the number of seconds to wait then continue، ده بيديك عدد محدد من الثواني بينتظرها الشكل عشان يستمر، سواء هينفذ حاجه معينه، سواء هيتكلم الى اخره. خلاص. يبقى دي الاوامر دي لازم اكون حافظها وعارف معانيها بشكل دقيق جدا جدا جدا. طيب طبعا احنا عارفين كيف بنحفظ الفايل بتاعنا، وحفظنا الملفات بتاعتنا وكنا اتدربنا عليها. افتح قائمه فايل، فايل مينيو، وبعد كده اختار سيف از، وبعد كده بحدد المكان سيلكت ذا ستورج بليس، وبعد كده ايه بكتب الاسم بتاعي واضغط سيف. طيب الحاجات اللي جايه دي مهمه جدا بقى، السبرايتس بتاعتي، الاشكال بتاعتي كيف اضيفها للشكل، للستيج بتاعي، للمسرح بتاعي، او للمنصه بتاعتي، او المكان اللي انا بحط فيه الشكل بتاعي. عندي في اربع طرق لاضافه الشكل، اما فروم لايبرري من المكتبه بتاعت البرنامج اللي هي الاشكال اللي احنا كنا بننزلها، تمام، draw the sprite، اما انت ترسمه، اما loading from a file ان انت تنزله من على الجهاز عندك، او take a picture from camera ان انت بتاخد صوره من ايه؟ من الكاميرا. يبقى انا عندي اربع طرق عشان اعمل ايه؟ علشان add new sprites، ان انا اضيف اشكال جديده. اوكي. طيب الشكل بتاعي ده اقدر انفذ عليه مجموعه من الاوامر؟ طبعا نقدر نعمل له مينيمايز او ماكسمايز او دوبليكيت او ديليت، صح، كنا بنحذفه وبنكرره وبنكبر ونصغره، صح ولا مش صح؟ تمام. يبقى الحاجات دي كنا بنتدرب عليها. طيب نفس الكلام الاوامر نفسها، ديلينج ويز بلوكس، الاوامر نفسها مش كنا بنكرر الامر في بعض الاحيان؟ ونعمل له ديليت، يبقى ينفع ان انا اكرر دوبليكيت وديليت واد وهيلب، ان انا اعرف مساعده، بيديني بعض المساعده او التعليمات عنه. يبقى دي الاوامر اللي بتتنفذ على الاوامر نفسها. وصلوني ان صوتي رايح خالص. انا حبيت انزله لك عشان تلحقوا تسكتوا ان شاء الله. طيب الباك جراوند، الباك جراوند يا شباب احنا قلنا ينفع ان انا عندي اكتر من طريقه لتغيير الباك جراوند الخلفيه. نفس الاربع طرق الخاصين بالشكل، هم الاربع طرق الخاصين بالخلفيه، اللي هي اما فروم لايبرري
او draw a new background ان انا ارسلها او upload from a file ان انا اعملها من ملف عندي على الجهاز او from a camera من الكاميرا بتاعتي. ولكن الشيء المهم بقى ان you can do some commands on the background تقدر ان انت تنفذ بعض الاوامر على الخلفية زي ايه clear ان انا امسح add اضيف import install group او flip. يبقى عندي في خمس اوامر مهمين جدا على الخلفية اللي هي clear والadd والimport والgroup والflip. تمام. طبعا ان انا انسخ الامر ينفع من خلال امر كوبي طبعا كوبي وكات وبيست دي حاجه طبعا ايه بسيطه وسهله ان انا انسخ الامر بتاعي او او اعمل بيست مثلا لاصق. ودي امثله من التمارين اللي احنا كنا اتدربنا عليها اللي انتم مش مطالبين بيها الحاجات دي خلاص دي خاصه بالجزء العملي اكتر لكن مش خاص بالجزء ايه النظري. طيب عندي الاوامر كانت خاصه بالمظهر زي نيكس كاستوم او سي هالو فاكرين المثال اللي احنا خدناه الولد والبنت اللي كانوا بيتحدثوا مع بعض وعملنا بيها قصه كده بسيطه سي هالو ايه الفرق بين سي هالو فور 2 سكندز او سي هالو بس. سي هالو بس فيكسد مسج ابييرز يعني هي رساله ثابته بتظهر وتثبت على كده لكن دي لا مسج ابييرز فور 2 سكندز يعني هي رساله بتظهر لمده ثانيتين او ثلاثه ونقدر نغير الرقم ده زي ما احنا اتدربنا. نفس الكلام الثينك نفس الكلام احنا اتفقنا ان انا اقدر اعمله شو او هايد اقدر اغير لونه. فاكرين ساعه لما كنا بنغير لون الولد هو بيعمل بعض الاشكال كده والحركات تمام كان بيتغير لونه كنا بنغير لونه طبعا ما فيش مشكله من خلال كلمه تشينج كلر افكت باي 25. طبعا دي البين ان اوديو بلاي بلوجز دي يعني مش مهمه قوي ما تشغلوش بالكم بيها تمام. انا بركز لك على الحاجات اللي هي محل اسئله في الامتحان ده طبعا الجزء اللي فات ده خاص بالجزء العملي ده كله ده عملي تمام واللي ده خاص بالجزء العملي. طيب اما حاجه زي ما احنا قلنا الجزء اللي فات ده الحاجات التعريفات اللي احنا خدناها مميزات البرنامج ايه الاوامر اللي خاصه بالباك جراوند الاوامر الخاصه بالسبرايتس الاشكال بتاعتي. طيب بعد كده الجزء الخاص بالانترنت ايه المطلوب مني في الجزء الخاص بالانترنت. اول حاجه لازم نعرفها التعريفات دي لازم تتحط الصم اللي هي تعريف البروتوكول طبعا والويب سايت والهايبر لينك داونلود فايلز والابلود فايلز الحاجات دي لازم نعرف ايه الفرق بينها نحفظ التعريفات دي صح دي حاجات خلاص اساسيه. الانترنت سيرفيس نحفظ العناوين الرئيسيه لخدمات الانترنت يعني مش لازم اعرف التفاصيل الداخليه مش مهمه قوي يعني عندي هنا من الانترنت سيرفيسز اللي هي خدمات الانترنت عندي السيرش عندي السيرشنج عندي الميلينج عندي الفايل ترانسفير بروتوكول اللي هو البروتوكول الاف تي بي دي هناخد فيها يعتبر ايه عناوين تمام لكن ما نشغلش بالنا قوي بالتفاصيل. نيوز جروب الشات السوشيال ميديا زي الفيسبوك وتويتر الاونلاين سيرفيس اللي هي خدمات الاونلاين طبعا زي ايه زي الباينج اند سيلينج اونلاين اللي هو البيع والشراء من خلال الانترنت الايميل سيرفيس خدمه الايميل او البريد الالكتروني دبليو 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 اللي هي الويب سيرفيس طبعا اللي هي وورلد وايد ويب لازم احفظ الاختصار وورلد وايد ويب اللي هي الشبكه العالميه تمام. الحاجات دي خلاص دي حاجات مهمه جدا التعريفات بتاعتي دي من الحاجات الاساسيه والمهمه عندي خالص في كمحل اسئله تمام. طيب عندي طيب ايه تاني من الحاجات المهمه نركز فيها عندي اسئله ده جزء عملي التعريفات الخاصه طبعا بالفيشنج التصايد وطبعا الحاجات دي انا يعني ركزت عليها في اخر حصه الناس اللي كانت طبعا بتغيب فالناس كتير ممكن تكون ما حضرتش عشان بسبب ان هي غابت في الحصص الاخيره
التعريفات دي مهمة جدا يا بنات يا شباب. الفاير وول، الورحات المال، السبام مسج، تمام، الفيشنج، التصايد، الهابي سلابي، كل الحالات دي لازم اركز عليها كتعريفات. خلاص، يبقى التعريفات دي كلها اللي هي الخاصة بالانترنت مهمة. خدمات الانترنت، نحفظ العناوين الرئيسية بتاعتها، مهم عندي ان انا احفظ العناوين الرئيسية بتاعت خدمات الانترنت، مهم عندي ان انا احفظ تعريف الاسكراتش، مميزات الاسكراتش، الاوامر الخاصة به، الخلفية، الاوامر الخاصة به، الاشكال نفسها، ايه الفرق بين في الانترنت الداونلود والابلود والحاجات دي كلها، التعريفات الخاصة بالانترنت دي كلها لازم تتحفظ، لازم تتحفظ. اي تعريفات عندك لازم تتحفظ، اي تعريفات لازم احفظها واركز عليها. ده ملخص كده سريع للحالات اللي انتم يعني تهتموا بيها ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى الامتحان هيكون سهل وبسيط، ما تقلقوش، بس نركز. وسهل وبسيط لمين؟ اللي مذاكر كالعادة، ولكن الطالب اللي مش هيذاكر هيبقى بالنسبة له الامتحان صعب. أتمنى لكم التوفيق جميعا، ويعني أنا هشير الفيديو ده النهاردة بإذن الله تعالى. اللي يسمعه بيحاول يعرف زمايله يسمعوه، سواء في مدرسة أو أي مدرسة أخرى، لكي يستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وألقاكم العام القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن كتب الله لنا البقاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.